هل تساءلت يوما كيف سيبدو انفجار النجوم في المجرة؟ مرحبا بكم في عالم انفجارات النجوم. هذه الأحداث الرائعة هي نتيجة لفترة مكثفة من تكوين النجوم داخل مناطق معينة من المجرة. فقد تخيل منطقة في المجرة تشتعل فجأة مع ولادة عدد لا يحصى من النجوم الجديدة. هذا المشهد ليس عشوائيا فحسب، بل غالبا ما ينجم عن تفاعلات أو اضطرابات مجرية. الصورة 2: المجرات تقترب وتتفاعل قوى جاذبيتها، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والغاز الكوني، مما يؤدي إلى انفجار عملية تكوين النجوم. إنها رقصة كونية على نطاق واسع، مشهد إبداعي ينير المجرة. هذه الانفجارات النجمية ليست مجرد مشاهدة جميلة، ولكنها تحمل أيضا قيمة علمية كبيرة. للانتقال من المجرات البعيدة إلى الغلاف الجوي لأرضنا، دعونا نتعمق في أعجوبة زخات الشهب. تخيل أن كوكبنا يسير في مداره السنوي، ويمر عبر البقايا التي خلفها مذنب أو كويكب. ويتم سحب هذه البقايا، المعروفة باسم النيازك، إلى الغلاف الجوي للأرض. عند دخولهم، يتبخرون، مما يخلق خطوطا رائعة من الضوء تنطلق عبر سماء الليل. هذا المشهد السماوي هو ما نسميه وابل الشهب. الآن، زخات الشهب هذه ليست عشوائية، غالبا ما تكون مرتبطة بمذنبات محددة. على سبيل المثال، البرشاوية، واحدة من زخات الشهب الأكثر ملاحظة، ترتبط بمذنب سويفتاتل. وبالمثل، ترتبط ليونيدات مع المذنب تيمبلتاتل. أثناء رحلة هذه المذنبات حول الشمس، فإنها تترك وراءها إثرا من الحطام الذي تمر به أرضنا سنويا، مما يمتعنا بعروض الألعاب النارية الطبيعية. والآن دعونا نحول نظرنا إلى الظاهرة التي أذهلت البشر وأرعبتهم لعدة قرون. الكسوف. والكسوف هو حدث مذهل يحدث عندما تصطف الأجرام السماوية، مما يتسبب في حجب جسم واحد عن جسم آخر. من وجهة نظرنا على الأرض، تخيل الشمس في منتصف النهار، يكتنفها القمر فجأة، وتغرق العالم في شفق غريب. وهذا كسوف الشمس. الآن، صورة القمر المكتمل، يتم استبدال الوهج الفضي المعتاد ببطء بلون نحاسي غامض. إنه خسوف القمر حيث تنزلق الأرض بين الشمس والقمر. وقد تمت ملاحظة هذه المشاهد السماوية وتبجيلها من قبل الثقافات في جميع أنحاء العالم. ونسجت الحضارات القديمة حكايات عن وحوش تلتهم الشمس أو القمر، بينما اعتبرها آخرون فولا قويا. اليوم نشاهد بترقب وعجب، مزودين بفهم أكبر ولكن ليس ومن عظمة الكسوف، ننتقل الآن انتباهنا إلى الأجسام الصغيرة في النظام الشمسي والمذنبات والكويكبات. هذه الكيانات السماوية، رغم أنها ليست ضخمة مثل الكواكب أو مضيئة مثل النجوم، إلا أنها تتمتع بسحرها الفريد ومكائدها. لنبدأ بالمذنبات، أليس كذلك؟ تنشأ هذه الأجسام الجليدية من الأطراف المتجمدة للنظام الشمسي، من مناطق مثل حزام كويبر وسحابة أوغات. عندما يقترب المذنب من الشمس، تتسبب الحرارة في تبخر الجليد، مما يخلق غلافاً تهجاً يعرف باسم الغيبوبة. تشكل هذه العملية أيضاً ذيلين متميزين، ذيل غبار، وذيل أيوني يضيئان السماء بعرض مذهل. الآن دعنا ننتقل إلى الكويكبات. وعلى عكس نظيراتها الجليدية، فإن الكويكبات عبارة عن بقايا صخرية من النظام الشمسي المبكر. وتوجد هذه الأجسام في الغالب في حزام الكويكبات، وهي منطقة تقع بين مدار المريخ والمشتري. على الرغم من أنها قد لا تقدم عرضاً ضوئياً مثل المذنبات، إلا أن الكويكبات تحظى باهتمام كبير للعلماء ومستكشفي الفضاء. تحمل الكويكبات أدلة حول تكوين وتطور نظامنا الشمسي، ويمكن أن توفر دراستها نظرة ثاقبة للمواد والظروف التي أدت إلى إنشاء الكواكب.